للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الائتلاف الوطني الجنوبي في سقطرى الشيخ أحمد جمعان. أهلا بك. بداية، ما مستجدات الأوضاع في جزيرة سقطرى؟ حياكم الله ونرحب بمشاهدين قناة المهرية. أهلا بك. على هذه المداخلة وأوضاعها يعني من أسوأ إلى أسوأ. نعم. وهذه الاستعرامات العسكرية التي تظهر هنا وهناك هو لا حقيقة لها في الواقع، هم أيضا في تجنيد جديد لكثير من العساكر وضمهم إلى وحدات المجلس الانتقالي. نعم. يجب أن يعرف الجميع أنه 90% من اللواء الأول مشاهدي من القوات وصف الضباط هم خارج اللواء في هذه الفترة بعد الانقلاب على السلطة الشرعية في محافظة تحرير سقطرى. ما نأسف له حقيقة أن المدرعات التي تم تقديمها من التحالف العربي لدعم السلطة الشرعية ولدعم الجمهورية هي أصبحت العنف في تناول الانتقالي. نعم. هذه الاستعراضات لم ترهب أحد ولم ترهب أبناء سقطرى عن خياراتهم. خياراتنا مفتوحة لاستعادة الدولة، استعادة مؤسساتها الرسمية. ونحن من هنا نوجه مناشدة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وإلى قيادة التحالف وقيادة المملكة العربية السعودية إلى إعادة الأوضاع إلى نصابها في سقطرى. ما خلفه الانقلاب الذي تم في 19 يونيو الماضي في سقطرى هو كارثة بحد ذاته على أبناء سقطرى. نعم. لتعدد الأزمات في هذه المحافظة البعيدة عن اليمن. نعم. التي كنا نريد أن يكون لها اهتمام خاص. تعدد الأزمات لكل الجوانب الحياة بغياب الدولة وغياب مؤسساتها. نعم. كما تعلمون كما تعلمون ميليشيا الانتقالي نظمت عرضا عسكريا رغم مخالفة هذه الخطوة لاتفاق الرياض، كيف تفسرون صمت التحالف إزاء هذا الأمر؟ هو في الأساس ما نريد هذا الاستعراض العسكري، اللي هو اعتزال بثورة 14 أكتوبر، ولكنها تجاوزت الفترة وما يعترضوا حتى بثورة 14 أكتوبر. نعم. نحن ندعو التحالف إلى إعادة النظر بواقع سقطرى وندعوهم إلى استعادة الدولة بمؤسساتها. ولا زلنا نجدد الدعوة مرارا، وأبناء سقطرى جميعا قد وصلوا إلى مستوى من الوعي والفهم أن ما حصل في سقطرى هو انقلاب على الدولة وعلى شرعيتها. نعم. لما خلفوا هذا الانقلاب من كوارث كافة مناحي الحياة في سقطرى. ولا أزمة المشتقات النفطية التي الآن تطعن أبناء سقطرى وتوقف جميع مصالحهم اليومية غير الشاهد على هذا. في صدد ذلك إلى أين تتجه الأوضاع في الجزيرة برأيكم؟ بالتأكيد تتجه إلى أسوأ. لكن إصرار السقاطرة وتضامنهم وتكاتفهم بمكوناتهم المختلفة يحاولون بقدر الإمكان أن يرفعوا رسالتهم بصوت عالي إلى هذه القيادة السياسية وإلى التحالف العربي أن يعيدوا النظر بسقطرى، سقطرى التي هي رمز للبيئة ورمز للسلام ورمز للسياحة وقبلة السياح على مستوى العالم. ينبغي أن يدركوا أن سقطرى ليس منطقة عادية بالنسبة للوطن العربي وللعالم. نحن نطالبهم مرارا تكرارا وسيستمر النضال من ابناء سقطرى حتى عوده مؤسسات الدوله. نعم. جميعا بدون اي تقصير، ويجب ان تمارس السلطه الشرعيه. نعم. لفرضها وسيطرتها على المؤسسات الامنيه والعسكريه والمدنيه في المحافظه. هذا ما نريد ان يسمع الجميع.